أكبر تجمع بشري في العالم لم يقف كورونا في طريقه. الهند التي خسرت أكثر من 150 ألف شخص في معركتها ضد الوباء تحتفي بأكبر تجمع ديني. آلاف الحجاج من الهندوس تجمعوا في نهر الغانج للخلاص من الذنوب. الفيروس بالتأكيد يقلق الناس، ولكن هذا هو موقع ماجانا وبركاته تحيط المكان، ولهذا السبب نرى الناس يأتون هنا دون خوف مطمئنين، وأنا متأكد من أن ماجانا ستعتني بهم. 800 ألف إلى مليون حاج يتوقع أن يصلوا في يوم واحد في مهرجان يمتد أسابيع ثمانية، يقام مرة واحدة كل أربع سنوات في أربع مدن مختلفة. أنا حزين لأنه لا يمكننا الاحتفال بشكل صحيح. أكبر حقيقة على وجه الأرض هي الموت. ما فائدة العيش في خوف؟ يغطس الهندوس في نهر الغانج ويستحمون فيه لينشدوا الخلود، طقوس بدأها أجدادهم قبل آلاف السنين في أسطورة تقول إن الآلهة والشياطين توصلوا لاتفاق مؤقت يقضي بالتعاون على خض رحيق الخلود الذي سقط في أربعة أنهار يزورونها بالتناوب.